مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هنتكلم معاكم النهاردة عن موضوع بيشغل طلاب الثانوية العامة، وهو اختبارات القدرات. وبدأت امبارح الجامعات المصرية في استقبال طلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات للعام الدراسي 2022 وفقا لقواعد وشروط المجلس الأعلى للجامعات. وبيتم التسجيل للاختبارات عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على موقع الخاص بوزارة التعليم العالي حتى يوم 6 أغسطس. وهنوضح النهاردة تفاصيل اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية. واختبارات القدرات بكلية التربية النوعية مقسومة إلى شعبتين، موسيقية وفنية. وأسئلة اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بتتكون من جزئين. بالنسبة للشعبة الفنية، امتحان نظري وبيبقى مدته ساعة، وبيبقى في المعلومات الثقافية في المجال الفني، والاختبار العملي بيبقى مدته 3 ساعات. بالنسبة للشعبة الموسيقية، الامتحان النظري بيبقى لمدة ساعة، وفي المجال في المعلومات الثقافية في مجال الموسيقى، ويليه امتحان أداء سمعي من قبل لجان متخصصة. وبالنسبة للأدوات المطلوبة لإحضارها أثناء الاختبارات هي أقلام رصاص، أستيكة، أقلام فلوماستر، ألوان خشب، وأدوات هندسية. وبيفضل الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولا يسمح لولي الأمور بدخول الكليات يوم الاختبارات، وبيمنع تماما التصوير الاختبارات، وفي حالة ضبط الطالب بيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وآخر حاجة بنفكركم بيها هو بنفكر طلاب الثانوية العامة إن موقع صدى البلد بيتيح خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور صدورها عن طريق تسجيل الطلاب بياناته ورقم جلوسه الخاص، وبيتم إرسالها فور ظهورها. ويمكن لكافة الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من الآن لمعرفة النتيجة لحظة ظهورها. وشكرا لكم.